وأخبار الرياضة من 218، أهلا بكم. قطع ممثل ليبيا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الأهلي طرابلس شوطا كبيرا نحو التأهل للدور 32 من المسابقة بعد فوزه خارج أرضه على فريق أول ستارز الغني بثلاثة أهداف مقابل هدف. أهداف الأهلي تنابع على تسجيلها كل من مؤيد اللافي هدفين وأنيس السلت هدف، بينما سجل للفريق الغني اللاعب ريتشارد آرثر. وسيلتقي الفريقان الأسبوع القادم في مباراة الإياب التي ستجرى في تونس، ويكفي الأهلي طرابلس التعادل أو الخسارة بفارق هدفين لبلوغ الدور القادم من البطولة الأقوى في إفريقيا. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، التوفيق من عند الله، والحمد لله درنا قريب واحد المدربين والطاقم الفني والإداري ودرنا مباراة باهية وقريب باهي، وإن شاء الله نقدموا الإضافة في المباراة الجاية ونفرحوا الشعب الأهلي. والله الحمد لله كانت رطوبة عالية وكان درجة حرارة عالية، لكن الحمد لله ضغطنا عليهم بالضغط وسمعنا كلام المدرب وطبقنا التكتيك اللي بين المدرب ودرنا عليهم بريسينج صح، وزي ما تشوف المباراة مشيت على خير وإن شاء الله في تونس نقدموا الإضافة. طيب هو كان تبديل اضطراري بالنسبة لك، طمنا عليك أنت صح؟ لا الحمد لله كويس، شد بسيط وإن شاء الله يكون جاهز في المباراة القادمة. للحديث أكثر عن هذا الفوز الكبير الذي حققه الأهلي طرابلس من غانا معنا من مدينة تمالي الغنية مدير المركز الإعلامي بالنادي ومعلق المباراة السيد فتحي بورزيزا. مرحبتين بك كابتن فتحي، وألف ألف مبروك هذا الفوز الغالي بكل تأكيد. الله يبارك فيك مهند، شكرا لك على شعورك الطيب. بداية قدم التهاني لكل جمهور كرة القدم في ليبيا بصفة عامة، جمهور الأهلي بصفة خاصة، لإدارة الأهلي الرياضيين، لكل من وقف مع الفريق من اجل تحقيق هذه النتيجه التي باعتقادي، يعني انا رفضت الفريق من الالف الى الياء بصراحه. كان في تنظيم وهذا يعني النتيجه اليوم كانت يعني ثمار لما قدمتها الاداره وكذلك الرياضيين والطاقم الفني والجميع في النادي الاهلي. طيب كابتن فتحي، كيف كانت اجواء المباراه من ناحيه الامور التنظيميه والتحكيميه واجواء الفريق في خلال هذا اللقاء بشكل عام؟ نحن نعلم ان اللقاء لم يكن منقول تلفزيونيا للاسف. ذكرت النقل مهند، انا حاليا على دراجه ناريه ذاهب لاشتري تسجيل المباراه بعد ما قامت السلطه الغنيه بمصادره الماده اللي قمنا بتسجيلها، لكن ان شاء الله يعني حتكون للجمهور الليبي غدا. يعني عموما المباراه تنظيميا كانت ممتازه جدا، انت تعرف الغنيين يعني من الشعوب الراقيه في افريقيا يستقبلون الناس بالابتسامه، وان كان التصرف الشرطه الغنيه لم يكن لطيف مع المركز الاعلامي بالنادي الاهلي، ان كان هناك من يستحق الامتياز بصراحه مهند، بعد لاعبي فريق الاهلي والفعل في فريق الاهلي هو حكم المباراه في عام 2016، قالت فيه الصحافه الغنيه كثير عندما جامل منتخب بلاد على حسب تعبير الصحافه الغنيه، فكان التخوف من ان يجامل الغنيين اليوم بهذا، هكذا كانت التوقعات، ولكن الحقيقه ان الرجل يستحق على الاقل ان يعطيه حساب على عقره مهند بجد تعبير. طيب كابتن فتحي، من خلال تصريح مؤيد اللافي قبل دخولك معنا بلحظات شفنا تحدث عن التغيير الاضطراري الذي حدث، طمنا عن صحة اللاعبين بشكل عام بعد اللقاء، نحن نعرف أن اللاعبين الأفارقة دائما يمتازوا بالخشونة عفوا. مهند، حتى بعد اللقاء اللي أجريناه مع مؤيد اللافي أجرينا لقاء مع الطاقم الطبي، أكد أن كل اللاعبين حتى مؤيد اللافي يعني بصحة جيدة وتكون متوفر المدرب في اللقاء القادم، كل اللاعبين بصحه جيده حتى يعني بعد العوده لمدينه طرابلس باذن الله، يعني سنتمكن من يكون اللاعبين كلهم في جاهزيه وبدنيه يعني حاله بدنيه افضل من اللي وهو السؤال الذي نريد سؤاله، متى سيكون موعد العوده لاراضي الوطن؟ باذن الله ان شاء الله حيكون غدا صباحا على نفس الطائره خاصه، ستكون هناك رحله خاصه من ثمني الى آكرا، بعدها سنعود على مدى الطائره الصفوف الليبيه لمدينه طرابلس، يعني نتوقع ان يكون على تمام 10:30 بتوقيت آكرا، هي 10:30 بتوقيت طرابلس، والطائره ستستغرق 4:30، لكن دائما هناك احتماليه التاخير يعني في الطائره. الأستاذ فتحي بورزيزا مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي طرابلس ومعلق مباراة اليوم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تمالي الغنية. وبالعودة إلى سياق النشرة، حقق ممثل ليبيا الآخر في منافسة كأس الاتحاد الإفريقي الهلال
الفوز على حساب أولينزي ستار الكيني بنتيجة هدف دون مقابل، ما جعل جماهير الفريق الأزرق سعيدة بهذا الانتصار. لنتابع. الفريق الأول بالنادي على النتيجة الرائعة اللي قدمها في المباراة الأولى في مباراة الذهاب، ونسأل الله أن يوفقهم في مباراة الإياب ويديروا لنا نتيجة كويسة. وطبعا نحب نشكر الطاقم الإداري والطاقم الفني على رأس جمال بنوارة اللي يعني لما الفريق في ظروف صعبة، في ظروف النادي ما فيش نادي يلعب خارج النادي، ما فيش حتى مكان يتمرن فيه نادي الهلال، ما فيش مكان يتمرن فيه. وبعدين نحن لومنا على الحكومة المؤقتة، بصراحة مفروض توقف مع النادي في الظروف الصعبة اللي عايشها النادي الهلال، ضروري من في وقفة جادة من الحكومة المؤقتة، من هيئة العامة للشباب والرياضة، بحيث أن توفر إمكانيات للنادي لأنه يمثل في ليبيا، ما يمثلش في نفسه النادي الهلال. نحب نشكر نادي الهلال على المستوى اللي قدموه في البطولة الأفريقية في أول مباراة لهم، وإن شاء الله يكملوا على هذا المستوى. ونحب نشكر الطاقم الطبي والإداري والفني على المجهودات الكبيرة رغم الظروف الصعبة. نحب نشكر إدارة النادي تعمل في ظروف صعبة بدون دخل للنادي، وبدون يعني قبل كان معتمد مثلا على الدكاكين على حاجات زي كذا، تو ما عادش فيه شيء هذا. رغم هذا كله ان النادي قدم مستوى كويس سواء في الكاس سواء في البطوله الافريقيه، وان شاء الله نطلبوا منهم انهم يترشحوا في المباراه الجايه يقدموا مستوى كويس، اقل شيء ما يخشش فينا جول باش نضمنوا العبور. يستعد فريق النصر لكرة القدم داخل الصالة لتمثيل ليبيا في بطولة الربيع العربي التي تقام في تونس من خلال سلسلة من المباريات الودية في بعض المدن الليبية. التفاصيل في التقرير التالي. بعدما أهملت رياضة كرة القدم داخل الصالة أو كرة القدم الخماسية بمسماها السابق، اليوم تعود للواجهة باهتمام أنديتنا بها نظرا لكمية المواهب الكبيرة التي نمتلكها، حيث يواصل فريق النصر استعداداته للمشاركة في بطولة الربيع التي تقام في تونس وتوج بلقبها في نسختها الأخيرة. قمنا بالاستعداد في المنطقة الغربية، استعدادا لبطولة الربيع العربي المقيمة في مدينة سوسة بتاريخ 25/2، واستعداد الدوري قمنا بما يقارب عن 40 مباراة ودية في المنطقة الشرقية، وانتهت جميع لصالح فريق النصر، والقدم أفضل إن شاء الله. لعبنا ضد الأولمبي الزاوية فزنا 3-1، وعندنا إن شاء الله السبت في مدينة الزنتان. سلسلة مباريات الفحامة الودية استعدادا لهذا الحدث كانت بزيارة أبناء بنغازي لإخوتهم في مدينة الزاوية ومواجهة الأولمبي وديا، ثم انتقل بعدها الفريق لمدينة غريان ليلتقي فريق شباب غريان ويتفوق عليه بهدفين لهدف بقيادة مدربه حمد الشعري ومجموعة من المواهب الشابة يتقدمهم أحمد اليمني وأحمد بن شتوان في محاولة لإعادة إحياء هذه الرياضة داخل أروقة النادي العريق. تهتم إدارة الأهلي بنغازي بصقل وتأهيل فئات الناشئين بالنادي بواسطة المدرب الوطني الشاب محمود الزياني. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. في مجتمعاتنا العربية وخصوصا داخل بلادنا ليبيا، كان أولياء الأمور في سنوات سابقة ينظرون للرياضة كمرادف للفشل في الدراسة، ولكن هذه النظرة يبدو أنها تغيرت، وهذا ما لمسناه من خلال تدريبات براعم الأهلي بنغازي تحت 14 عاما. طبعا بالنسبة لتمارين اليوم هو تمارين يعتبر يعني في منتصف فترة الامتحانات، طبعا احنا اعطينا الخيارات لبعض الرياضيين ان هم ما يأثرش على دراستهم وامتحاناتهم، ان الفترة طبعا طويلة بالنسبة للامتحانات تقريبا اسبوعين او 10 ايام، فنحاول تخللها بعض التدريبات يعني سويعات كيف ما نقولوا، على اعتبار ان نحن كنا نتمرن يعني فترة طويلة ممكن 3 اشهر، ما حبيناش ان الشغل طبعا بتاع الشهور اللي فاتت يضيع، فحبينا بين فينا والاخرى كيف ما نقول يعني خليهم يحافظوا على مستوى اللياقه الخاص بهذه الفئه اللي هي الفئه العمريه تحت 14 سنه البراعم. وجت مجموعه طبعا استطاعت ان هي تجي على اعتبار ان هي ممكن تكون مكمله دراستها وتحاول تستفيد من هذه السويعات. تستهوي كره القدم والرياضه هذه الفئه العمريه من الاطفال التي نعول عليها ان تكون سندا لانديتنا ومنتخباتنا الوطنيه مستقبلا. نتدرب في الصباح وفي المساء، وان شاء الله نلتحقوا بزملائنا اللي جاي مازالوا يمتحنوا، وكمان امتحانات ان شاء الله نتصلوا على بطوله فئه البراعم، ونحن تحت سن ال 14 ان شاء الله ناخذ البطوله.
مؤسسة عريقة كالنادي الأهلي بنغازي تشتهر دائما بتخريج المواهب والأسماء القوية لكرتنا المحلية، وليس غريبا عليها اهتمامها الدائم بالفئات السنية. ضمن مباريات الجولة الأولى في مرحلة الإياب بالدور الليبي للكرة الطائرة، حققت طائرة الأهلي طرابلس الفوز على حساب القرظبية بثلاثة أشواط نظيفة، ويتواجد فريق الأهلي في الترتيب الثالث في المجموعة برصيد 9 نقاط، وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الترتيب الأول والثاني يترشح من كل مجموعة لنهائيات ليبيا المقرر أن تكون على مرحلتين، الأولى في مصراتة والثانية في بنغازي. أجرت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة اليد أمس السبت قرعة نهائيات بطولات ليبيا للفئات السنية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد عمر السكتة، أجرت لجنة المسابقات العامة السبت قرعة نهائيات بطولة الفئة السنية للشباب والناشئين والأشبال للموسم الرياضي 2015-2016. طبعا اليوم كان موعد اجتماع مندوبي الأندية المترشحة لنهائيات بطولة ليبيا للفئات السنية الشباب والناشئين والأشبال، وطبعا بعد مداولات مع مندوبي الأندية طبعا نظرا لإمكانيات الاتحاد المالية ستقام المباريات عن طريق التنقل، هذا باتفاق مندوبي الأندية، وتم إجراء قرعة بين الأندية أسفرت عن الآتي: النجمة يلتقي الصباح في البيضة، والأهلي طرابلس يلتقي الأنوار في طرابلس، والهلال يلتقي مع الأهلي طرابلس في البيضة لفئة الشباب. اتفق مندوبي الأندية المتأهلة أن تكون المباراة بطريقة التنقل بعدما أبدى الاتحاد الليبي في الاجتماع عدم قدرته على تحمل التكاليف المالية في حال كانت المنافسات بالتجمع. وصول إلى اتفاق في نهائي بطولة ليبيا الفئات السنية الثلاثة دوري 15-16، فرق متأهلة من المنطقة الشرقية النجمة والهلال والأنوار والصباح وأهلي طرابلس، هو نهائيات مهمة. اتحاد اللعبة يعطي أولوية وأهمية للفئات السنية لأنهم زادنا في المنتخبات الليبية. إن شاء الله اليوم نصلوا إلى اتفاق حتى تقام نحن كاتحاد لعبة. رغم الصعوبات التي تواجه الاتحادات الرياضية، إلا أن الاتحاد الليبي لكرة اليد عاقد العزم على التزامه باستكمال ما تبقى من مسابقاته الرياضية. بذلك نكون وصلنا إلى نهاية النشرة الرياضية. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكترونية 218tv.net، بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تليجرام. إلى اللقاء.